وثلاثين ومئة وثلاثة ومئة وسبعة ومئة وسبعة مكرر ومئة وعشرة من قانون العقوبات. حكمت المحكمة حضورياً لجميع المتهمين. أولاً بمعاقبة كل من المتهمين صلاح الدين هلال محمود هلال ومحي الدين محمد سعيد عبد الناصر قدح بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبتغريم الأول مبلغ 1,000,000 جنيه والثاني 500,000 جنيه وعزلهما من وظيفتهما وذلك لما أسند إليهما من اتهامات وأمرت بمصادرة العطايا المضبوطة محل الجريمة وألزمتهما المصاريف الجنائية.